يا مساء الخير، يا مساء النور والسرور على الناس الحلوين والغاليين. اليوم يا حبيباتي جيتكم فيديو تاع ديكور بتحويل اشياء كانوا عندي في الدار، جددتهم وعطيت لهم نفس جديد ومهمه جديده. الله غالب. هذه هي صوفي، تحب التغيير والتجديد في ابسط الاشياء. يا درا يا درا كيفاش؟ ارواحوا تشوفوا معايا. الوغ هذا هو لو بلاتو اللي يعني رايحه نبدلو. دونك هدايا نبدلو كامل المهمه تاعو، يعني هذا سان بلاتو دو كويزين رايح نرجعو ان بلاتو دو ديكوراسيون. شوفوا معايا كيفاش. في الاول شفتوا فيه لي تاش هنايا عند لي بواني، يعني صبيغه راحت له دي تاش نوار. دونك هادو ما كامل رايح نغطيهم. تبعوا معايا الاخر باش تشوفوا واش حنستعمل. هنايا اول شيء غطيت كامل الحواف تاعو بهاد لو غيبون اديزيف تاع لو بابي، يعني هاد الشريط اللاصق اللي مخدوم من الورق. يستعملوه بزاف لي بانتر، يعني الحاجه اللي مليحه فيه ميم كي تنحيه ما يقشرلكش البلاطو تاعك، ما ينحيلكش هذيك الصبيغه. فوالا، يعني يتنحى فاسيلمون، يتنحى بكل سهوله. دونك درتو كامل ساير داير بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا، باسكو انايا البنات ما نسحقش نصبغ هاد لو بلاطو في الوسط، حبيت نصبغ له غير الحواف في الوسط تاني. زدت غلفت زدت اونفان غلفته بورقه ولا بجورنال هكذايا باش ما نطرشوش كي نكون يعني نصبغ فيه. نزيد نحكمو بيان باش نتاكد بلي يعني لي بيان بروتيجي بهاد الطريقه. ودوكا يا البنات شوفوا شحال نستعمل، حنستعمل هاد الفشفاشه العجيبه. الفشفاشه العجيبه هذا واش يقولوا لها؟ هذه شفت امل جزائريه اللي نحييها من هذا المنبر، القناه تاع امل جزائريه، شتها تستعملها. هذه هي شت هذا الاسم تاع الفشفاشه العجيبه، قلت بوكوا با نجربها ونشوف. الوغ هنايا سهله مهله، شوفوا تخلطوها مليح. دايوغ كي تكونوا تخلطوا تسمعوا هذيك لابول الداخل تتحرك. بعد ما تخلطوها حوالي تاخذوا 10 سنتيمتر حتى 15 سنتيمتر وتبداو ترشوا. فوالا، وبيان سور ديروا بابي من تحت باش هكذايا ما ترشوش كامل الحاله. فوالا باش هكذا ما تمرمدوش كامل يعني الحاله بالصبيغه هذيك. دونك كيما راكم تشوفوا انايا درت دو كوش، طبقتين، يعني رشيت على هاد لو بلاطو المره الاولى وزدت المره الثانيه. فوالا، وشوفوا مليح باش ما تخلوش حتى يعني باش ما تخلو حتى جهه ماشي مسبوغه. ومام هنا في لي كوان زدت رشيت كيما شفتوا. هاي ليك النتيجه ماليه، غير نخليه ينشف. اون فوا ينشف بيان بعقلو نحيلو هذاك البابي ونحيلو هذاك الشريط اللاصق. فوالا، وهاي ليك النتيجه. شوفوا يعني النتيجه شحال خرجت شابه، يخرج لك هذاك البياض الناصع. فوالا يعني بلونش ناج. فوالا يعني لا بيان في لافير. انا هنايا ما حبست هنايا هاد لو بلاطو، شوفوا كيفاش رايحه نبدلو كامل. هنايا عند لو فيتريي اللي قطع الزجاج عطيت له القياسات تاع هاد لو بلاطو، قطع لي مرايا على حسابه. دونك انا هنايا ندخلها غير بالعقل، يعني تدخل باسكو قلت لكم القياسات تاوعو. نجبد شويه الحواف هكذايا باش تدخل لي مليح وباش ما تتحركش، يعني كي تجي مزيره تجي خير. فوالا باش هكذايا نكونو سيغ ما طيح لكمش، يعني هكذا ما نقلب لو بلاطو ما طيحليش هذيك المرايا، ما نسحقش نلصقها ولا. فوالا بهذه الطريقه ندخلها بيان في لي كوان، وهاي ليك النتيجه. دونك هنايا ما بقى لي غير نطويها بيان، نظفها كامل. هاي ليك هنايا بعد ما نظفتها شوفوا النتيجه شحال خرجت شابه. فوالا، دونك هنايا نروحو للتزيين باش نديرو لا ديكوراسيون بهاد لو بلاطو. انا هنايا حبيت ندير اون ديكوراسيون غير باللون الابيض. فوالا، دونك هنا سيغ اون كونسول، هذيك لا كونسول حطيت عليها هاد لو شومان دو تابل بلا فورور بالفرو، بالفرو الابيض. ورايحة نحط لا ديكوراسيون كيما قلت لكم كامل في البلون. حطيت هنا هاد لونتيرن هاد الفانوس في البيض. نضيف تانيك هاد لا بلانت ارتيفيسيال، هاد النبتة الصناعية
وين تانيك زوقت لها هذا المحبس ديالها، هذاك لو بو ديالها زوقته بهذيك الفشفاشه، الفشفاشه العجيبه. هذه الفشفاشه العجيبه لازم تدخل مع لي سات ميرفي دو موند. والله فوالا، هنايا زدت حطيت شمعه بيضه، هذا تانيك في البيض كيما راكم تشوفوا، تانيك بورت بوجي. وزدت حطيت هديه، هديه كيما راكم تشوفوا، هديه قرعه تاع الريحه، قرعه تاع الريحه كوغوم فوالا في البيض. الوغ انايا نحيت لها هذاك البوشون، نحيته كامل بالكلاب غير بالعقل حتى نحيته، وحطيت فيها هذوك اعواد العنبر ولا المسك. هذه هي دونك، يعني ثاني درت لها غوسيكلاج، يعني كيما راكم تشوفوا باشياء كانت متواجده في الدار درت لهم غوسيكلاج وتحصلت على نتيجه هايله. فوالا، هذا يستان ديفيزور دو بارفان هوميديفيكاتور، نحطو فيه الماء و10 قطرات تاع الزيت الاساسي ونخلوه يعني يعطر لنا الجو. نشعل هذوك الشمع هكذايا باش تبان لكم خير. فوالا، شوفوا النتيجه شحال خرجت هايله، يعني نتيجه توب. انا وحده عجبتني، يعني عطات لها هذيك لا بريونس، هذيك اللمعه، هذيك لا كولور تاع البيض هذاك ما يجيكمش ان كولور مات، فوالا تجيكم ان كولور، يعني اضافه الى انها يعني تغطينا كامل هذوك لي تاشيتو، تزيد تعطي لكم لا بريونس، يعني بياض ناصع، بياض الثلج. فوالا، انا عجبتني النتيجه فرانشمون، وجمغي بيان تعطيو لي رايكم في التعليقات اذا عجبكم هاد الديكور البسيط اللي عملناه اليوم برسكالات، يعني اشياء عندنا في الدار. وقولكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك لا فيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو في رواحتكم ومع الف سلامة، باي باي.